مزارع النوباني هي قرية كان عدد سكانها كبير، وبجوز ثاني أكبر قرية في منطقة رام الله. تراجع العدد بسبب الهجرة، ومعظم أهل بلدنا حالياً هم موجودين خارج فلسطين. جزء ما فيش حالياً بحدود 3000 نسمة الموجودين في داخل القرية، وفي الهجرة الداخلية اللي هو جزء منهم انتقل على 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 رام الله. سمت باسم النوباني. النوباني كان شيخ جليل متصل، فان سموا البلد باسم مزارع النوباني باسم الشيخ هذا. البلد هذه حمائل، حمائل اول ما دخل البلد هذه حمولي اسمها دولات. هنا تجمعوا، اجى فكيس واجى زبن واجى مصفر وداغر وقاضي وذياب، واجى نوباني وشلبي ضمرة. فهذه ولا حمايل البلد. تعلمت الطبن وعلمت، بكت أخت إلي تقدر أظل بعيد عني مريضة، وتيجي يعني إلي ولأخواتي تقول لي تعالي يا أختي بس اسفي لنا إياه تسفي وحطيه وإحنا بنأكله. آه الروح تعلمنا يعني عندها، وبعدين يعني لما تجوزنا وإشي الواحد بتعرفه وأعيال وإشي صرنا يعني نعجن ونخبز ونساوي هذا الإشي. كمح مكان نطحنوا يعني في بكبابور هنا في البلد نطحنوا عليه الطحين هالكتبة كانت أعجنه وأخبز بكين عندي طابون، طابون في الدار يعني أخبز على الطابون وأسوي الفرايش أسوي كراس الزعتر يعني أي إشي بدي أسوي فيه. أسوي صواني يعني صواني الدجاج مثلا، أحط الدجاج وبطاطا وهيك معي صواني أعملها وكان ملاح. الطابون بده تعب يعني، بده يعني تزبيل، بده تجريف، بده يعني تديري بالش عليه يعني ما عليه شنو بدك تاخذي عليه. اه بده تعب، بده وقفه. احنا كعيلة بنشتغل مع بعض، مش واحد لحاله، انا واخوتي. كان في السابق اعتمادنا الاساسي على العمل الزراعي، كان عندنا معظم الانتاج الزراعي دجاج، عندنا نزرع خضروات، نزرع قمح، نزرع اضافة للزيتون طبعا كمصدر دخل ممتاز بالنسبة للعمل الزراعي خاصة في السابق. Thank you.
المشروع عندي هو مشروع تربية النحل، وهو هو المصدر الأساسي في الدخل تبعي. بلشت بمشروع النحل في 94 95، بلشت بمشروع صغير يعني كباقي المشاريع اللي بكت عندنا، تربية غنم، تربية دجاج وزراعات مختلفة. بلشت أطور في مشروع النحل وزيد في عدد خلايا النحل، كان 5 10 20 40، حتى وصل حاليا عندي تقريبا 1400 خلية، وصرنا معروفين حتى على مستوى الضفة بعسل مزارع النوباني. أول حوش، حوش دار زمرة، حوش دار الحلو، هذا حوش حوش كبير، حوش دار زمرة بحوالي 7-8 عائلات بكيف كفيه وادو، حوش دار أبو محمود الخليل، ما هو حوش الأخري، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا حوش دار المصفر بيجي حوالي 10-12 مغلق. هنا الحوش الجواني اسمه حوش دار عشاش، حوش دار أبو زبين دخلية دور، بعدهن بوابين من برا، يبقى حوالي 10-12 عائلة في جوات. برية البلد القديمة هذا في شيء بناء. ريف الطول وقفت كلك، رايح على الغربي وبلادك أحسن لك، شايف يا روحي تروح وتتملك وتعاشير الغير وتنساني أنا. محلى يا ابنة الزفات يوم نطيح العريس على الفرس، عبات هالجوخ على السافو يا ابنة تكلادت هالذهب في جوا في ركبة الحصان، الحصان هالمناديل بك مناديل نايلون يا ابنة خفاف، إيش اليوم منين نايلون الربط شلها كلايد، يبكرش لو تشوفي ويبكر بينها نسم العريس، يبكى تركص مخرخش في ذهب وتبكى تركص قدام العريس يجيبوا لها ياز الشباب. الأفراح الموجودة سابقا أسبوع عن سن عن جملة سنوات في الوقت الحاضر، مش على رأس الجدي كانت النسوان تشارك في زفت العريس مع الرجال، خلف الرجال كانت. يوم تطلع العروس كلها كوم اطلعي كوم اطلعي مش بدك، واحنا حطينا شروطة بوش وجدك، كوم اطلعي كوم اطلعي لا من حالك، واحنا حطينا شروطة بوش وخوالك.